partie réception, nous avons une partie, nous avons des... بسم الله الرحمن الرحيم. ضيف ضيف دولة الإمارات، رجال الاستثمار، جينا على داخلة أبو ظبي للاطلاع على الميزات الاستثمارية في الداخل، وعندهم البطولات اللي تصير للطيران، ونحن اخترنا الداخلة على أساس هذه الميزات اللي فيها وقل عدد الغرف الفندقية اللي موجودة واحتياج الغرف الفندقية بالأحرى لمنطقة الداخلة. منطقة الداخلة منطقة واعدة في استثمارها طويل الأمد، من ما رأيناه من سعادة الوالي في شرحه لنا في الأبعاد المستقبلية لمنطقة الداخلة، وهو أهم نقطة اللي هو في وجود خط مباشر بين أوروبا وداخلة على الفترة القريبة اللي صارت. طبعا هذا حيكون جذب سياحي كبير من جميع مناطق الأوروبية أو كانت الداخلية في المغرب، والداخلة صارت الآن هي سياحة داخلية عند المغاربة، هذا مفهوم ثقافي. المغاربة الآن يوجد الداخلة هي منطقة لسياحتهم العائلية أو للرياضات. أنا أضيف على أن السياحة الداخلية أثمرت بهذا القطاع في السياحة المغربية في ثقة المغاربة والعرب والمنطقة في السياحة الداخلية في الداخل منطقة الداخلة، والأوروبيين طبعا هم من سيكونوا في مجال السياحة دعمها في منطقة الداخل. نحن بالنسبة لنا حسب ما رأينا فيه استثمارات خليجية، استثمارات عربية متواجدة في طور تنمية، نحن من ضمنهم، وبالعكس نحن ندعو كل مستثمر عربي في اقتناص الفرصة لوجوده في الداخلة من الأوائل، لأن الداخلة واعدة ولها استثمار مستقبلي كبير. بالنسبة لي المستثمرين حرية لهم، عندهم حرية الاستثمار في جميع القطاعات في الداخل، أيا كان سياحي، فلاحي، بحري. والقوانين الموجودة في الداخل، القوانين المهمة الموجودة في الداخل هي قوانين تساعد كثير المستثمر في الاطمئنان على استثماره، من ناحية حرية الاستثمار، حرية تحرك الأموال، حرية المرونة في القوانين للمستثمرين العرب والأجانب. بالنسبة لنا هذا المشروع هو إضافة نوعية للوحدات الفندقية في الداخل، إضافة نوعية يعني في مستوى يعني المشروع، يعني مشروع هو من يعني من السن العالي، وهذا هو التموضع الذي نطمح إليه في جهة الداخلة والذهب كوجهة سياحية، يعني تجذب نوع خاص من الزبناء في إطار يعني سياحة مستدامة وسياحة طبيعية وسياحة متميزة. هذا يعني هذه الوحدة الفندقية تأتي يعني بشراكة مع مستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة، يعني ستفتح لنا يعني باب في مجال اجتذاب رؤوس الأموال خصوصا دول المشرق العربي، الدول العربية ودول الخليج، ويعني وتعزز كذلك الطاقة الإيوائية بالنسبة للمدينة الداخلة، ويعني بهذا النوع من وحدات الإيواء. الموسم السياحي الحمد لله هذه السنة الفارطة سنة 2017 كان موسم جد إيجابي، يعني تجاوزنا 34% كنسبة ارتفاع في عدد الليالي المبيت المسجلة بالفنادق المصنفة. السنة يعني بداية السنة 2018 هي بداية جد مشجعة من
حيث يعني هناك العديد من التظاهرات ذات الإشعاع الدولي اللي هي على وشك الطريق أو التي انطلقت يعني في هذا الشهر في الشهر الماضي. الاستثمار السياحي يعني حتى هو يعني ندشينه بعدد يعني لا بأس به من الوحدات الفندقية التي ستفتح قريبا خلال 6 أشهر الأولى من 2018، ونتمنى إن شاء الله أنه تستمر الوتيرة إلى منتهى سنة 2018، بحيث يعني ننهي السنة تقريبا بارتفاع قدره 30% في نسبة الاستثمارات مقارنة مع السنوات الخمس الماضية.